بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهتم بتعليم النساء والفتيات، وكان النساء من اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فتح مجالات كثيرة للنساء أن هم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقومون بسؤاله صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عن أمور دينهن، ويخصص كمان لهن أوقاتا خاصة يجلس إليهن فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم السنن ويعلمهم الحديث الشريف، يعلمهم الوحي، ويتلقين عنه صلى الله عليه وسلم تعليم الإسلام، ويفتيهن كذلك فيما عن عليهم في المسائل، بعض المسائل اللي بيستفتوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الاهتمام النبوي ده وهذا المنهج النبوي الكريم في العناية بالنساء في التعلم والتعليم، أعد ده جيل منهن جيل طلبة للحديث الشريف، يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. حتى قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تثني على أحوال نساء الأنصار، فتقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني كان بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في أدق المسائل، وفي المسائل ممكن يعتبرها البعض أنها مسائل حساسة شوية خاصة، كانوا بيسألوا في كل شيء لأنهم عارفين أنه ده هذا السؤال مترتب عليه أن هم يفهموا الأحكام الخاصة بالأحوال بتاعتهم، لأنه مترتب على هذا الأمر الدين. لذلك اهتمت النساء بهذا التلقي عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشأ ذلك الاهتمام النبوي الشريف بتعليم وتثقيف النساء جيل من طلبة العلم النبوي الطاهر. وكان من أوائل ومن أبرز
النساء في ذلك في التعلم والتعليم، نساء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المحدثات من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. طبعا ده بيخلينا نأكد على إنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقاه الصحابة الكرام رجالا ونساء، ومن هؤلاء وأبرز هؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بذلك فضل كبير جدا في تبليغ الدين ونشر السنة النبوية المطهرة بين الناس أجمعين. فكانت حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدارس علمية يقصدها طلاب العلم، يجد السائل فيها عندهن الجواب الشافي للمسائل التي كانوا يأتون بها إلى أمهات المؤمنين ليقومون بسؤالهن، وتجيب أمهات المؤمنين عليهن، وخاصة كذلك في مسائل الفتية وغيرها ممن كانوا يقصدون أمهات المؤمنين لتلقي الحديث الشريف عنهن رضي الله تعالى عنهن، اللي تلقوه مباشرة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة إنه تعددت هذه المدارس بتعدد زوجاته، لأن كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة في حد ذاتها في تلقي الحديث من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في تعليم الحديث تعليم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فكلهن سمعن منه صلى الله عليه وسلم، وكلهن شاهدن تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام المعيشية الخاصة والعبادية. يعني طبعا شافوا أحوال النبي في أحوال لم يرها إلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فهم راولن العديد من السنن مهمة جدا. ويعني طبعا هذه السنن بتتفاوت على قدر التفاوت الذي سيكون طبيعي بينهن في مسألة الحفظ والرواية للحديث ولأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، للسنة عموما القولية والفعلية والتقريرية. وإحنا هنذكر في هذا المقام يعني بعض القليل بس من باب ضرب المثل رضي الله عنهن، وطبعا على رأسهن إذا تكلمنا عن راويات الحديث من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن هتكون أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أم المؤمنين العالمة الفقيهة المحدثة. أول ما هنأتي بسيرة الروايات التي حدثت بها أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتصدر القائمة أمنا الفقيهة العالمة المحدثة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فقد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحاديث، لها مرويات كثيرة جدا، وروى عنها سيدنا عمر بن الخطاب، وروى عنها كثير من الصحابة. لما نقول روى عنها يعني أخذ عنها العلم ورواه وبلغه هؤلاء سيدنا عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة والتابعين كذلك، عدد كبير جدا أخذوا منها هذا العلم الشريف. وقال أبو موسى الأشعري يعني كلمة خطيرة جدا في شأن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: ما أشكل علينا أو ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاجة اللي تشكل علينا نقف فيها مسألة من المسائل العلم وعايزين فيها نبت المسألة الخلافية فيها، فبيقول ما فيش حاجة بتقف كانت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قط. فبيقول: فسألنا عائشة أم المؤمنين يعني إلا وجدنا عندها علمة، هي تفك الإشكال ده وتأتي بما يفض هذا الخلاف فيما بينهم رضي الله عنها. فقد كانت يعني مرجعا عظيما لهم في العلم، تصحح حتى مش بس مرجع ياخدوا منها الروايات ويفهموا منها ما أشكل عليهم فيها، لا ده كمان كانت بتصحح ستنا عائشة الأخطاء اللي ممكن تسمعها
في فهم بعض الأحاديث أو غيرها وتستدرك عليهم في ذلك. وحتى يعني ألف الزركشي كتاب عن الأمور اللي استدركتها أمنا السيدة عائشة على أعلام الصحابة. يعني عايزين نقول إنه هذا المجتمع، شوف النبي عليه الصلاة والسلام رب جيل من مهم، هذا الجيل اللي خرج بهذه الرسالة للعالمين في إجادة في الحفظ وإجادة في الفهم وسعي إلى تصحيح بعضهم، يسمعوا البعض ويرجعوا مع بعض ويصححوا البعض ويستدركوا على بعض عشان يصل هذا العلم ويكون هذا العلم في أكمل كماله قدر طاقتهم البشرية. هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مثلا استدركت على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ ستنا عائشة أنه يأمر النساء في الغسل، يعني أن هم ما يجي يغتسلن أمرهن بأن ينقضن رؤوسهن، اللي مضفرة يعني رأسها يقول لها لا عند الغسل فكي أو انقضي هذه الضفيرة. فقالت يا عجبا لابن عمر هذا الذي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرنهن أن يحلقن رؤوسهن؟ رضي الله عنها، هي كانت خفيفة الظل وهي بتقول إنه بيأمرهم بنقض رؤوسهن مع الغسل. طب إذا كان الماء يصل إلى رأسها أو إلى منابت الشعر فلا داعي لأن تنقض يعني الضفائر. فهي تعجبت أنه يفتيهم بهذا الأمر فاستدركت عليه بما قالت في خفة دم ظاهرة رضي الله تعالى عنها. يعني ترى من علم أم المؤمنين السيدة عائشة يعني علم كتير جدا، ومما روت مثلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وطهور النبي عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. كل حاجة النبي يبتديها باليمين، يلبس باليمين، حذاء أو نعله يبتدي باليمين، في الطهور بيغسل بيتوضأ أو بيغتسل بيبدأ باليمين، يأكل باليمين. فكان ده في شأن النبي عليه الصلاة والسلام كله، أنه كان يحب التيمن يبدأ باليمين في كل شيء. وكان ده طبعا معروف ومعلوم أنه في الأمور الشريفة من ملبس ومأكل وسير وغيرها. وهذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم بسندهما المتصل إلى ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان مما روت لنا برضو أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها مما يوضح مشاركة المرأة للرجال في العبادات الجماعية في زمن النبوة الشريف، إنها روت رضي الله عنها بتقول كنا نساء المؤمنات نشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى حين يقضين الصلاة بعد ما يخلصوا الصلاة في صلاة الجماعة، وبعدين يتحركوا ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، من شدة ظلمة الليل محدش عارفهم وهم خارجين متلفعات يعني متسترات بالزي الشرعي، مغطيين رأسهم ومغطيين جسمهم، وهو كذلك من الأحاديث الصحيحة ومما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وهي بتحكي إن المرأة ما كانتش محرومة من إنها تشارك الرجال أداء صلاة الجماعة، فها هي حالها وها هو الوصف الذي وصفته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. واعتبرت السيدة عائشة لكثافة ما روت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن سبعة من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك مع صفتها اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بها من شدة ذكائها وفصاحة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومدى دقتها في تحمل الأحاديث، إنها بتنقل الأحاديث بمنتهى الدقة وبتاخدها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فانفردت بكتير
من الأحاديث التي لم يرويها غير أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وده كان طبيعي لمكانتها من أنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله العظيم فرغت لأن تقوم بهذه المهمة الكبيرة في رواية الحديث. ورضي الله عن أمنا الفقيهة المحدثة الراوية العالمة ستنا أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. كمان من أمهات المؤمنين ستنا أم سلمة رضي الله عنها، اللي بتعد من فقهاء أمهات المؤمنين، هي روت الكثير من الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت كثير جدا، فهي بتلي السيدة، هي بتيجي في المرتبة الثانية بعد أمنا السيدة عائشة في كم المرويات التي روتها يعني أمهات المؤمنين كمان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيروح لها كتير جدا من الصحابة، خصوصا بعد وفاة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هي ستنا أم سلمة بذلك تصدرت الرواية، رواية الأحاديث والفتية كذلك رضي الله تعالى عنها، وتميزت السيدة عائشة والسيدة أم سلمة وغيرهن من زوجات النبي رضي الله تعالى عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، تميزت الروايات بتاعة أمهات المؤمنين إنها روايات مميزة لأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هم كمان شافوا أحوال للنبي لم يرها غير نساء النبي رضوان الله تعالى عليهن، وإن هم كمان أمهات المؤمنين لهذا العلم اللي حرصوا على تلقيه والاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعلم نساء الأمة جميعا، ومن ضمن نساء الأمة يعني بيت النبوة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عليهن، فهذا الاهتمام النبوي الكريم الذي أتبعه عناية النساء بتلقي الحديث وكذلك أمهات المؤمنين، فاهتم أمهات المؤمنين بصناعة مدرسة خطيرة في رواية الحديث، جيل بيسلم جيل بيسلم جيل، وهكذا أمهات المؤمنين بتعطي الصحابة وبتلقى الصحابة، كثير من الصحابة رووا الحديث عن أمهات المؤمنين وتلقوا عنهم العلم، وهكذا وبعد كده جت أجيال التابعين، وهكذا جيل بيسلم جيل عن طريق التلقي والتلمذة والتتابع الدقيق في نقل هذا العلم، وده أدى إلى أنه وجود مدرسة أمهات المؤمنين في رواية السنة أدى إلى نقل أمهات المؤمنين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها وتلقيها ونشرها للأمة كلها، فلولاهن لولا أمهات المؤمنين لفاتنا الكثير من السنن القيمة، فرضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام.